تقول أيضا أهدت من جدتي فستانا وطلبت مني ألا أعطيه أحد ووعدتها بذلك، ولكن أمي لبست الفستان فنويت أن أعطيها إياه لوجهه سبحانه دون التلفظ، ولكن بعد مدة سلكت أمي الفستان وقالت لي إنها لا تريده ولن تلبسه، فعدت ولبسته، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت أن الأم استغنت عنه وقالت لا حادث لها به فلا بأس أن تأخذها البنت وتلبسه، لأن الأم استغنت عنه، ولا يجوز إهدار المال وتركه، وإذا كان فيه منفعة فإنها تنتفع به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.